والله ما عرفت يا جدي، طلع من الصبح زود شغل مدري شنو بهالبرد وهالمرضيط وضحك والدنيا طايفة والدنيا طايفة سماء وما عرف وين راح لن اتأخر صار يا جدي شو اسوي؟ ما في اكل يا جدي وانا ما اقدر اسوي شغلي تعبان ما اقدر اسوي كل شيء ايمتى تجي؟ والله ما عرف راح اتضحك عم استنى هنا بهالبرد يا جدي شو ما عرفتني كيف اتساوي يا جدي والله العظيم ادعوله ادعوله الله يجيب يقول هذا مو ابوكم اللي يجي ما ادري ده جاي مع ما ادري الشاي الله يعينه ما ادري شاي الصبح جاء ابوكم ابوكم ده ابوكم السلام عليكم وش قاعد تعمل برا يا جابا والله علي استناك بالبر شو قاعد تعمل برا بالبر عم استنى انا ابوك شو الصبح طلعت من الصبح علي يا ابو والله جبت شغل الحمد لله والله عفان شغلكم عليه بس لا تجي من الصبح الصبح الدنيا سماء وبرد شو نسوي يا با ورحت مع عبد الحسين يا با ومعنا قاعد طيب رحت يا با تفضل ابو تفضل اخ يا ظهر يا اخ اخ يا ظهر يا اخ ذبحنا البرد اخ حاجه ما حدا جي ما حدا سال علينا ما حدا يسأل يا ابو هالبرد من اللي قاعد يسأل عليك والله هالبرد عارف كلها ترجع والله ما حدا طف علينا معود الجيران يطفون يسألون عنا جوعانين بدكم شيء حدا بدكم مساعدة يطفون على الولادات والله ما حدا طف هذا بارد العالم الله يكون في عونه العالم ذابح الجوع هالبرد الولادات ذبحهم الجوع والله وما قدرنا نسيهم شيء وما عندي شيء يسويهم وياهم شو بدي اسوي الحمد لله الله رزقنا بالحلال وجبنا شوية فضايات هسه نساوي ونتغدى الحمد لله قوم نساوي غدا تعال ابي تعال خلينا نسوي لنا اللقمة الحمد لله على كل شيء ابدا ما بدا ما بقول ما قلت لي شو اشتغلت والله يا ابوي شوية زريعة عند واحد ومكشنا له يا ضبطنا له يا على مطر كان يشرب والله رزقنا مع شركنا انت مش هيك وين بلشت بالشغل وين كنت من الصبح دور والله يابا حوالي العشرة وانا رايح قاعد ادور شغل تقلب الحلال سالني وين رايح وين جاي شو تريد قلنا والله مقطوعين وقاعد ندور على شغل نعيش من وراها ورقبتنا عجال وزلمت كبير اذا ما شكلنا همنا من الناس ما حد يساعدني اي والله شغل بالنا عليك ما حد يجي والله من حلال والله يجي يا ابو ما حد يجي وقول البلد وين راح ابوكم وما اعرف شنو وما حد طلع لنا قلنا قعدنا برا قلنا بنستناك لنشوف وقت تجي رجعنا فرصه مسجون ينطون علي ياكلون وانا ما عندي شيء اسوي لهم اياه وما اقدر اسوي هاي جبنا شوية بطاطا وشوية حشايش اي الله يعطيك العافية يا ابو خير الله خير الله الله يعزك ياكلون وينبسطون الحمد لله كل شيء بطاطا يا ابو والله خلص الدول يا ابو اي نعم عسى كل شيء اروح ازلمه اساس في عنده شغل قال لي باكر امك علي اروح اشوفه هستين وجه طيبين لان السالة ذبحتني ذبح انت قاعد بالبلد زاد زلمت شبيه شو يا ابا شغل بالك عليك يا ابا شغل بالك علي عندي ولاد راح اجوز والدنيا برد والدنيا سماء وما ووضع مو ظابط حتى على الصبح يعني ما اعرف عني شيء شغل بالنا عليك والله ان شاء الله بالنا عليك والله عندي ولاد راح اجوز انت شغل بالك علي يا الله ما اعرف زلمت شبيه الحمد لله على السلامة ما راح من بابا ما راح على المدرسة اليوم؟ لا ما راح يا ابو والله التحرير ما عندي صحابي ما عندي كل شيء اساس نشوف اساس شوف اسلام والله وعدنا اليوم نمرق عليه هسه بس نخلص العشاء نجيب لهم شوية اغراض وجريتهم بواط الشيء كذا يشحقون والله وعدنا هسه نمرق عليهم كل شيء يعني دلون على المدرسة ايش بلا شيء ما يمشي الحال ما يجي بس كل شيء طيب ايش سهل؟ الله يبارك فيك 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 الله يبارك في
حبة مهن غنيني في مي. يا تشرب من عصر ماي. الله يعطيك العافية يا صغير. يعني غصب شغلة مش حقا هو. الله يقويهم. بردم الملاك والله بردم برضه. أقول لهم فوتم جوا ماك نقول. إيه قادم بالبيت. نستنى. أقول لهم فوتم أنا استنى أبوكم الحاجز يقول لا نستنى عندك يعني. على عزيز أبوك. وصار يبكي. حالك وحالك وجوه. والله. الحمد لله على الصحة والعافية والله. الحمد لله الحمد لله. بس تزمت كبير لا تطلع برا بالبرد لا تطلع من غير شيء دور معنا. شيء ده صار. هي موتة يا با هي موتة بس انسان يدير باله على حاله يا با ما ضل شيء من العمر العمر راع يوم من تابع عمرنا من قبل نمرأ هذا المخطوب ما هو المخطوب يا با هذا كتبنا يا رب العالمين والشافي هو الله والحامي هو الله لا اله الا الله شباب من العمر راح الشباب مرض ما شيء وأستاذ حين وماسي يا الله سعد مبوك مبوك خليه خلي الاستاذ على قد هاتي يا ابو قنكم خلينا ابو قنكم خلينا نحط الزيت على الغرام أحسن ما تعال بس بوط يعطيك ما يدني اسمه وما أحسن إن شاء الله عنده شغل زين والله أزدمه بالحلال وعنده وراء سألك إن شاء الله كم يوم عنده والله عنده شيء 10-15 يوم إن شاء الله نيح يا أبو نعم نعيش منه يا خيو الله ما مصروفة الله ما ينسى حدا يا أبو الله ما ينسى حدا رحمة الله كبيرة الحمد لله على كل شيء الحمد لله الله يفتح باب من هنا كان عنده والله الله يرزقك من يا بابا الشغل شو تنسي فكر الشغل سهل هلا لا تلبس عليك لا تلبس اكبر يشوف الشغل لا تلبس جدي وانا ابوي تخسر يا جدي ابوي طلع من الصباح ما عاد جي يا جدي وانا اقول لي اجي طلب بركه احس جي الله كريم ما تعرف الغايب عذره معه لا تكبر ويشوف الشغل ويشيل هم ويتجوز ان شاء
شوف عجانا ان شاء الله بصير ايام احسن من ايام ان شاء الله يا رب ان شاء الله يكون احسن من ايش ان شاء الله ايام تكون زينة صح يا رب الله يسلمك ان شاء الله شبعت مش حالها لقمة هنية ما يقولون لقمة هنية يا ابا تكفي مية الحمد لله يا ابا الحمد لله يوم الزيتون يوم زعتر يوم بطاطا يوم مرغ يوم رز الحمد لله مش كذا نريد فراغيج الله الله كريم الله كريم مشتغل وسلامه الواحد ياكل وعبي هالبطن هاي اهم شيء مرتاح واهم شيء الولادات ياكلون احنا انا اتحمل وانت تتحمل بس هذول ما يتحملون ما يتحمل الولد ما يعرف الجوع لا يعرف شنو المرض والله العظيم نصبه ما اعرف اذا سيد معود هالجيران الله يسلمك يا الله يسلمك يا الله يسلمك معود هالجيران